اليوم احنا متواجدين بمهرجان للطائرات الورقية اللي يجمع مختلف الأعمار لغرض التسلية والمتعة. اليوم حنشوف الأجواء ونتعرف على المشاركين، خليكم ويانا. المهرجان بصورة عامة تأسس قبل حوالي 4 مواسم، هذا الموسم الرابع لنا. بداية المهرجان تأسس لسبب واحد أو أحد الأسباب الرئيسية، اللي هو إخراج بغداد من تصنيف كأسوأ مدينة العيش. بعد أن صنفت كيف بذاك الوقت، قررنا كشباب أنه لازم نسوي شيء، نقدم شيء لبلدنا، شيء لمدينتنا بغداد، حتى ولو نساعد بجزء بسيط من إخراجها من هذا التصنيف. والحمد لله والشكر، بدينا من اشياء كلش بسيطه الى ان وصلنا لهذا المهرجان اللي تشوفوه بعد 4 سنوات بجهود المتطوعين اكيد وكل الشباب اللي موجوده بهذا المهرجان. من اجتك فكره المهرجان انه يكون للطائرات الورقيه؟ طبعا اذا نرجع بالاصل، الطائره الورقيه هي لعبه بغداديه قديمه. طبعا الطائره الورقيه ترمز للسلام، ترمز للامان. بنفس الوقت الطائره الورقيه بها فشيء حلو، اللي هو الشاب لما يصنع طائره ورقيه بيده ويطيرها بالسماء راح يحس بانه هو سوى انجاز، انه طيارته اللي سواها بيده من خشب وشيس وورق وشغلات بسيطه جدا قدر يطيرها والناس كلهم قدروا يطيروها. مهرجان هو اول شيء كان طريقه احتجاجيه حضاريه، نقدر نقول 100% لاحد المجلات العالميه نشرت انه بغداد أسوأ عاصمه للعيش، فاحنا كان ردنا بطريقه احتجاجيه ثقافيه سلميه 100% بهذا المهرجان. استذكرنا به اول شيء لعبتنا القديمه اللي كنا نلعبها بطفولتنا، هذا اول موضوع. والموضوع الثاني ثبتنا انه بغداد اجمل عاصمه للعيش بثقافتها وبناسها الواعيه وبهذا الجو اللي ما ينوصف فعلا. اليوم احنا اجينا على الاسعافات الاوليه في لان الفريق مالتنا من ضمن المهرجان، والحمد لله مهرجان كلش حلو واول مره انا اشارك، فاول مره اشارك وتمنيت ان يعني ادري قبل هاي السنوات المضت، ويعني جدا جدا حلوه جدا حلوه، والشباب ويعني التعايش والسلام ماكو يعني شيء. التجربة كلش عجبتك؟ كلش حلوة التجربة، وإن شاء الله نطورها بعد أكثر وأكثر. سبتك قبل شوية تطير طيارة. طيارته لأن هو الطائرات الورقية، فجبت الطيارة أنا وابن أختي تيم، فقاعد نطير شيء حلو يعني ترمز للراحة النفسية، قلت لك للتعايش أهم شيء. يعني إحنا هسه يمكن طوائف كثيرة مو بس طائفة واحدة. المهرجان دا يعطي فد رسالة كلش حلوة، انه اكو حياة بغداد، اكو سلام، اكو محبة. نعم اكو مواضع اخرى اشياء مو زينة، بس بنفس الوقت دا نعطي الرسالة الايجابية للشعب. انت دا تشوفين اليوم الناس جايين كلش هواية، مختلف الاجناس، شباب، فئات عمرية مختلفة، الكل دا يعطي رسالة حلوة عن بغداد انه اكو حياة، الشعب دا يحب الحياة ونتمنى السلام. حبيت التجربة مال المهرجان؟ أنا بالحقيقة نشروا بالفيسبوك إنه أكو فعالية مهرجان مال طائرات ورقية، وهاي مثل ما قلت أول مشاركة إليه،
وانصدمت يعني توقعت اني بالحر واجواء شوي لا يعني الاقبال اقل من هيك اقل ايه يعني تدرين يعني اكو هسه ظرف كورونا اضافه حظر تجوال جزئي عندنا الحر شوي عندنا جاي قبل وقته بس لا الاقبال كلش هواي المشاركه كلش حلوه والكل جاي دي يؤدي فد رساله حلوه انه نحب نعيش ونحب السلام.